نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة مبادرة لتنظيف الشواطئ بإمارة الشارقة، وذلك في واجهة المجاز المائية وشاطئ اللؤلؤية في خرفكان وشاطئ دبل حصن بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة. تتغير بيئتنا من حولنا بوتيرة سريعة، ويتزامن مع ذلك تزايد واضح للإدراك من قبل الجميع. فهنا طفلة تستعد للمشاركة في التنظيف، وليس ببعيد عنها يعمل هذا الوالد بكل همة وعزيمة، فكلهم جمعهم وعيهم بأهمية المحافظة على البيئة كمختلف مؤسسات وهيئات الدولة. إذ شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وذلك عبر حملة لتنظيف شواطئ الإمارة الباسمة بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، حيث انطلقت المبادرة من مدينة الشارقة، وفيها تم التعريف بالخدمات التي تقدمها مجموعة بيئة بمشاركة 90 متطوعاً. كما حطت الحملة رحالها بمدينة خرفكان بمشاركة 133 متطوع ساهموا في توعية مرتادي شاطئ عروس الساحل الشرقية بأهمية المحافظة على البيئة. وأخيراً انتهت المبادرة في مدينة دبل حصن، وتحديداً في حديقة الشاطئ بمشاركة 60 متطوع من مختلف الجهات، وتم نشر إرشادات توعية لزوار الشاطئ بتعاون مع شرطة المجتمعية بمركز دبل حصن. تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات في عامها 2023 الذي سمي هذا العام بعام الاستدامة، الذي يقوم بإبراز جهود الدولة في العمل الجماعي وأهمية الدور التطوعي، وفي إطار تزامناً مع اليوم البيئة العالمي نشيد تعزيزنا في المسؤولية الوطنية ودوره على القائمين به من المتطوعين في الدولة. أشكر إقامة الشارقة على هذه الفعالية، فعالية تنظيف حديقة شاطئ دبل الحصن بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحت شعار نحو مستقبل مستدام. يركز اليوم العالمي للبيئة هذا العام على النفايات البلاستيكية وأضرارها المتنامية بالنظام البيئي، وذلك لتوحيد الجهود العالمية وضرورة العمل معاً للتصدي لهذه الأزمة. ففي الشارقة تحديداً اتخذت الجهات المعنية خطوات عديدة وجادة، إذ أصدر المجلس التنفيذي للإمارة قراراً بحظر تداول وإنتاج أو استيراد أو طرح المواد والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك من تاريخ الأول من يناير المقبل. كما تم إلزام منافذ البيع بفرض تعريفة لا تقل عن 25 فلساً بدأت في الأول من أكتوبر 2022، وذلك تمهيداً للحظر الكامل للمواد والأكياس البلاستيكية في الإمارة، وهو ما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات العاملة على استضافة قادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، وينسجم مع مبادراتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.